يعد المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء بلجيكا أمس منصة تجمع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتيسير عملية إنتاج واستخدام الهيدروجين المتجدد. تهدف المبادرة إلى البناء على مبادرات الهيدروجين الأخضر القائمة وتنسيقها، كما أنها تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية والإسراع نحو الانتقال العادل للطاقة المتجددة.